نلعب ايه؟ يلا عبادي. بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات أشخاص أماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات حكايات مواقف كلها في الماضي دي أنا عشتها كل ما غمض عين أروح لسنين سابتني وسبتها كل ما غمض عين أروح لسنين سابتني وسبتها ليه بحبها باي ماضي عدى وانت ونسبتها تمشي بترجع وحدها وساعات انا بشتغل فندلة ليه بحن ليها وعيش عليها مفيش اجابة عرفتها انا عمري كام عشان تكل الذكرى اسلوب حياة دماغي فيها مليون شريط ماضي قديم من داود ده انا كنت عيل من يومين ودخلت انا صحيت لقيت العمر عدى مخدنيش معاه بسرح وقته في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات اشخاص اماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات وفي السنين انا مش كبير وشعري اسود زي ليل والليل ما بيعديش طويل ما فيهوش هروب من الذكريات ليه ماليش في بكره وليه بتوه ليه ماليش في حلم بترسمه بسرح فلاقي السكرة بس وفيها بل انا يومي امس غير يوم كده اللي بتعيشه الذكرى واخداني المكان ايام زمان وقت الفرح وقت الهنا انا وسط بكره ماليش وجود في الذكرى بس بكون انا وارجع في غمضة عين سنة سنة في سنة انا بابانا عيل بيودن دن احلام سهلة وممكنة وعشان كده انا من هناك انا بنتم للذكريات وماليش مكان بينكم هنا بسرح وقته في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات اشخاص اماكن كل شيء حاجة توديني لحاجات بسرح وقته